الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين من ربه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة في الله، تحدثنا فيما سبق عن الخشوع وعن أهميته وأنه واجب في الصلاة، ثم تكلمنا في الخطبتين الماضيتين عن الأعمال والأمور التي تخل بهيئة الصلاة وتنقص من أجرها بل وتهديمها أحيانا. ونحن اليوم بمشيئة الله عز وجل سوف نتحدث عن أمر عظيم جل، وهذا الأمر هو يتساءل عنه كثير من الناس. أننا إذا أردنا أن نبدأ الصلاة أو ندخل إلى الصلاة، فبمجرد ما يكبر الإنسان ويقف متجها نحو القبلة فإن أمور الدنيا تجتمع عليه، يبدأ يتذكر عمله، يتذكر أسرته، أولاده، كل المشاكل والمتاعب تجتمع عليه في آن واحد، فكيف أخشع في صلاتي؟ كيف أقف بين يدي ربي تبارك وتعالى وقد وضعت الدنيا خلف ظهري؟ كيف يكون حالي؟ كيف ينبغي أن أكون عندما أريد الوقوف بين يدي ملك الملوك جل وعلا؟ ما هي الأمور التي تعينني على ذلك؟ أن أخشع في صلاتي، أن أقف خاشعا ساكنا مطمئنا بين يدي الله تبارك وتعالى. أولا أيها الأحبة، نقول بأنه يجب على المؤمن بأن يجتهد لتحصيل الخشوع في الصلاة، أن يجتهد في تحصيل الخشوع في الصلاة، الأمر ليس بالهين. ينبغي عليه أن يأتي بكل أسباب الخشوع التي تعينه على الخشوع والتي سوف نتحدث عنها، وأن يطرد كل واردات الذهن عليه، يعني كل ما يأتي عليه من واردات من مشاكل أمور وسوس في الدنيا. الأمر ليس بالهين، الشيطان يترصد الإنسان، يأتيه عن
يمينه وعن شماله ومن أمامه، ويضع في قلبه أمورا كثيرة من أمور الدنيا حتى ينقص له الأجر، أجر الصلاة، وينقص خشوعه في الصلاة، فتتزعزع صلاته وينقص من أجره شيء كثير، وقد كنت عليه صلاته وأعاذنا الله وإياكم من ذلك. ينبغي عليه أن يجتهد ويجاهد نفسه في ذلك، والله تبارك وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني الإنسان إذا جاهد، ليس المجاهدة فقط هي مجاهدة الكفار أو الأعداء أو العدو، بل كذلك مجاهدة النفس ومجاهدة الشيطان. والله عز وجل كما ذكرنا يقول: والذين جاهدوا فينا، جاهدوا العدو، جاهدوا الشيطان، جاهدوا أنفسهم، لنهدينهم سبلنا، أي أن الله تبارك وتعالى يعينه على تحقيق مراده. فإذا جاهد نفسه من أجل الإتيان بكل أسباب الخشوع في الصلاة، فإن الله عز وجل يعينه على الخشوع، ويفتح له باب الخشوع، ويهيئ له الطريق حتى يجد لذته ويتذوق حلاوته، فإن له حلاوة وطلاوة، فإن له حلاوة وطلاوة، فعندها يأنس في صلاته وتكون صلاته قرة عين له، كما كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يخشع في صلاته ويأتي بأسباب الخشوع ويشاهد نفسه على ذلك بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. أول أمر نود أن نذكره أيها الأحبة، أن الإنسان إذا أراد أن يصلي أو إذا حضرت الصلاة فلا بد له أن ينزع الدنيا من قلبه ويبني بها جانبا، يقول: الآن أنا هذا الوقوف والاتجاه إلى القبلة هو صعود إلى السماء، هو ارتقاء بروحك إلى الله تبارك وتعالى وإلى السماء، فإذا أردت أن ترتقي بهذه الروح لا بد أن تكون حاضرا القلب والذهن، تخلع الدنيا من قلبك، ترمي بها جانبا، تقول: هذا الوقت هو وقت عبادي، هذا هو وقت صلاة، لا مكان للدنيا فيه، لا مكان للعمل فيه، لا مكان للأسرة فيه. تأملوا معي كيف كانت تصف عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة. قالت رضي الله عنها وأرضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يحدثنا ونحدثه، يعني يكون مع أهله في البيت، يكون مع أصحابه في أي مكان، كان يحدثنا ونحدثه ويلاعبنا ونلاعبه، يعني حتى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلاعب أهله في البيت، كما حدث مع الصبية الذين كانوا يلعبون في المسجد، وعائشة رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: أتحبين أن تنظري؟ فوضعت لحييها أي أسفل الذقن على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تنظر إلى الصبيان يلعبون، وهو يقول لها: أما شبعتي؟ أما شبعتي؟ فتقول رضي الله عنها لا، لترى منزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما دخل عمر على المسجد انفض الناس وانفض الصبية، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأنظر إلى شياطين الإنس والجن يفرون من عمر رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه كان يلاعب أهله، لذلك قالت عائشة: كان يحدثنا ونحدثه ويلاعبنا ونلاعبه. فإذا حضرت الصلاة، وهنا الشاهد، يروح ينام، ينعس، بيتعب، بينتهي، بيتكلم وكأنه ليس في المسجد، وكأنه ليس في الصلاة، وكأن الأمر لا يعنيه. قال: فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، كأنه إنسان غريب عنا، وكأنه نحن يعني غريبين عنه، لا نعرفه ولا يعرفنا. لماذا؟ لأنه يتحضر إلى لقاء الله تبارك وتعالى، وإلى الوقوف بين يديه، وإلى التوجه إلى الله عز وجل، والله ينظر إليه ما دام في الصلاة، ويقضي
حقه عليه جل وعلا. لذلك خلاص عم يتهيأ إلى الصلاة، ترك الدنيا جانبا وأقبل إلى الله تبارك وتعالى وكأنه لا يعرف أحدا ممن حوله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو أيوب رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا قمت إلى صلاتك فصلي صلاة مودع. هذا في السلسلة الصحيحة. إذا قمت إلى صلاتك، إذا أردت أن تقوم إلى الصلاة، قم إلى الصلاة، صلي صلاة مودع وكأنه فارغ، كأنك بعد ذلك ميت. جاء في الرواية الأخرى، اذكر الموت في صلاتك، يعني أنت في الصلاة استحضر الموت أنك ميت، كما أخبر الله تبارك وتعالى نبيه بقوله: إنك ميت وإنهم ميتون، حالك إلى زوال وإلى فناء، فاستحضر هذه الحالة، اذكر الموت في صلاتك وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها. يعني صلي يكون حالك ذاك الرجل الذي يصلي وأنها آخر صلاته وأنه سوف لا يصلي صلاة غيرها. لو قيل لك أن هذه آخر صلاة عندك شو تعمل؟ ما هي حاله؟ كيف تقف بين يدي الله عز وجل؟ كيف يكون نسبة الخشوع؟ استحضار القلب، استحضار القراءة والتفكر فيها بالسجود والركوع والقعود والقيام وغير ذلك من هيئات الصلاة. إذا قيل لك هذه آخر مرة تصلي فيها لله تبارك وتعالى، فصلي كل صلاة وكأنها آخر مرة. كثير من الناس بيجوا على الصلاة، بيجوا على صلاة الجمعة، بيجوا على أي صلاة، أو يصلون حتى في بيوتهم أو في أي مكان، يصلي الصلاة هو في بلد الصلاة بلد ثاني، بدل من أن يصلي صلاة مودع وكأنها آخر صلاة في حياته، لا يصلي إلى سوائل العمر. استفدت كثير، استفدت سنين كثير بدنا نعيشها، قدام صلي الله اعلم، فبينظر نظرة ايش ما شاء الله بعيدة الامد، بده يعيش له 10 سنين ولا 20 ولا 30 ولا 40 سنة، بيقول لك تستوقف علينا كثير وضوء وعلينا كثير صلاة وعلينا وعلينا وعلينا. ولم يدري هذا المسكين، انه اذا ضعفت صلاته ضعف كل شيء، لان الله تبارك وتعالى اول ما يحاسب واول ما ينظر الى الصلاه، اذا فسدت رد سائر العمل واذا صلحت نظر في سائر العمل. فالصلاه عماد الدين وركن الدين، من اقامها اقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. فالانسان يصلي صلاه مودع، مفارق للدنيا، هذا الامر الاول، يخلع الدنيا من قلبه ويصلي صلاه كانها اخر صلاه في حياته. الامر الاخر ايها الاحبه، انك اذا سمعت النداء، يعني سمعت قول الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اذا سمعت الاذان وسمعت النداء تذكر النداء يوم القيامة للعرض على الله تبارك وتعالى. لأن الإنسان كما ينادى في هذه الدنيا فإنه سوف ينادى يوم القيامة للعرض على الله. فإذا كان مسارعا في هذا النداء في الحياة الدنيا فإنه ينادى يوم القيامة بدينه وبكل سهولة. وإذا كان العكس فالعكس. هذا اليوم الذي ذكره الله تبارك وتعالى بيوم القيامة ويوم الصاخة، لأن هذا النداء يصخ القلوب والأسماء، يعني يكاد يحرقها من شدته. يوم الصاخة، يوم الحاقة، يوم الزلزلة، يوم الدمدمة، يتذكر الإنسان هذا اليوم. وكما أنه سمع النداء في الدنيا ولباه، فإذا لباه وأسرع فإنه يوم القيامة ينادى بكل لطف وبكل سهولة. واعلموا ايها الاحبه ان لكل انسان موقفان بين يدي الله تبارك وتعالى. الموقف الاول هو في الدنيا، والموقف الاخر يوم القيامه عندما تعرض اعماله على الله جل وعلا.
إذا أحسن بهذا الوقوف، إذا أحسن بهذا الوقوف هان عليه الوقوف يوم القيامة، وإذا أساء صعب عليه الوقوف يوم القيامة. أحد العباد كان يقول: ما سمعت النداء، أي الأذان، ما سمعت النداء إلا وتذكرت حول النداء يوم العرض على الله تبارك وتعالى. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يوم تجد كل، يوم يجد كل إنسان أعماله، ينظر يمينه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشحن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أمامه فلا يرى إلا النار. والله تبارك وتعالى يحدثه ويكلمه ويقرره بذنوبه: ما منكم من أحد إلا وسوف يكلمه الله تبارك وتعالى يوم القيامة، إلا وسوف يكلمه الله عز وجل ويقرره بذنوبه. إلى الذين يدخلون بغير حساب ولا عذاب، فالله عز وجل يقرره ويقول له: أتدخل ذنب كذا، يوم فعلت كذا ويوم فعلت كذا. إذا كان مؤمن، وإذا كان محسن، وإذا كان من المسرعين إلى نداء الله عز وجل في الدنيا، إذا أحسن تلبية النداء فإنه يقال له يوم القيامة: سترتم عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. أما الكافر وغير ذلك من الناس، يقول الله تبارك وتعالى في حقهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. هذا الأمر الثاني أيها الأحبة، أن الإنسان إذا سمع النداء يتذكر حول النداء للعرض على الله عز وجل، وأن له موقفان: موقف بين يديه بالصلاة، وموقف عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة للعرض على الله عز وجل، وأن الإنسان بمجرد أنه إذا خاف هذا الموقف يوم القيامة فإن الله يجزيه بجنتين، كما أخبر جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. أيها الأحبة في الله، الأمر الثالث والأخير الذي أريد أن ننبه إليه والذي يعين على الخشوع في الصلاة، هو أن الصلاة مناجاة بينك وبين الله تبارك وتعالى، مناجاة، وأن الله عز وجل يذكرك بهذه المناجاة. لذلك أقول أهل العلم: لو لم يكن من الصلاة إلا هذه المناجاة بينك وبين الله عز وجل وذكر الله تبارك وتعالى لك، فكفى بذلك غنيمة يغتنمها الإنسان، يغتنمها الإنسان. يعني أنت عندما تتفكر بذلك أن الله عز وجل يناجيك ويناجيك وأنت في الصلاة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال: عندما يقرأ الإنسان سورة الفاتحة، أم الكتاب وأم القرآن والسمع المثاني والقرآن العظيم الشافي الكافي الوافي، عندما يقرأ الإنسان في الصلاة سورة الحمد، والتي ما أنزل لا بالقرآن ولا بغيره من الكتب السماوية أفضل منها عند الله تبارك وتعالى، فإذا عندما تقرأ الفاتحة يجب أن تستحضر هذه المناجاة بينك وبين الله، وأنك تقرأ أفضل سورة في القرآن وفي الكتب السماوية التي نزلت، فتقول: الحمد لله رب العالمين. هنا تبدأ المناجاة. إما أن تكون حاضر القلب، واعي، ذهنك حاضر، ذهنك حاضر، يعني لا يوجد فيه والدات من الدنيا، طرق كل هذه الوالدات تفرغت إلى هذه المناجاة، فإذا ما قلت الحمد لله رب العالمين ذكرك الله عز وجل وبدأ بالمناجاة من خلاله، فقال تعالى: حمدني عبدي. فإذا قلت الرحمن الرحيم يقول الله تبارك وتعالى: أثنى علي عبدي. فإذا قلت مالك يوم الدين يقول الله جل وعلا: مجدني عبدي. فإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين، شوف هذه المناجاة، أنت عم تقول رب العالمين يجيبك، أنت تناجيه وهو يناجيك في كل صلاة في كل ركعة ولا يمل حتى تمل أنت. فإما أن تسارع في صلاتك وتمل من الصلاة فينصرف الله تبارك وتعالى، وأما أنك لا تشعر بالصلاة وكيف انتهت فسرعان ما تنتهي، لأنك تشعر بهذه اللذة، بهذه المناجاة، بهذا الذكر لربك تبارك وتعالى وبذكر الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين،
فيقول الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي، لأن العبادة سر. مين يعرف أنه أنت يعني تقوم بهذه العبادة مخلص لله تبارك وتعالى؟ مين يعرف أنه أنت لما تقوم بأي عبادة من العبادات فهي عندك أفضل من الدنيا ومما في الدنيا؟ أو أنك إذا جئت من أجل عبادة من العبادات يكون في قلبك الدنيا وتقول أنت بيديه الشيخ أو بيديه الإمام حتى أخرج وأذهب إلى دنياك؟ ما أحد يدري. لذلك العبادة سر بينك وبين الله عز وجل. هذا بيني وبين عبدي. فإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول الله تبارك وتعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، أي أن الله تبارك وتعالى يستجيب لك سؤلك ودعائك في قراءتك للفاتحة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، أيها الأحبة، نذكر بأننا بحمد الله تبارك وتعالى أدركنا العشر من ذي الحجة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حقها: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. أيام العشر من ذي الحجة بدأت عند غروب يوم أمس، يعني دخول الليل في الأمس. هذا كانت أول ليلة من ليالي العشر من ذي الحجة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيها للعبادة وللطاعة، وأن نكون فيها من المقبولين. ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قال يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن العمل الصالح في هذه الأيام، وكثير من الناس تمر عليه هذه الأيام العشر وكأنها كباقي أيام الدنيا، ولم يدري أنها أفضل أيام الدنيا على الإطلاق. كثير من الناس يهتموا بالعشر أول من رمضان، هذه نعمة، ولكن عندما يأتي شهر ذي الحجة إن لم يكتب الله تبارك وتعالى له الذهاب إلى الحج لأداء مناسك الحج فإنه يبقى في بلده وتمر عليه وكأنها كبقية الأيام، ولا يدري أنها أفضل أيام الدنيا. لا ينبغي على المؤمن أن تمر هذه الساعات وهذه اللحظات دون اهتمام بأن الله تبارك وتعالى عظمها، جعل العمل الصالح فيها مثل الجهاد بل أفضل من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. والله يختار ما يشاء ويفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل. هذا موسم عظيم كريم، أيام عظيمة اختارها الله تبارك وتعالى، وأعطى أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه من عمل فيها أي عمل، قراءة القرآن، الذكر كما جاء في حديث أخرى، فأكثروا من التسبيح والتهليل والتكبير، إن يقولوا سبحان الله، اللي ما بيقدر يعمل شيء، اللي ما بده يصوم، اللي ما بده يقرأ القرآن أقل شيء لا ينسى ذكر الله تبارك وتعالى، فيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان يوم القيامة، حبيبتان إلى الرحمن تبارك وتعالى، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أكثروا من ذكر الله تبارك وتعالى، من قراءة القرآن، من استطاع منكم أن يصوم في هذه الأيام فليصم، ومن لم يستطع فلا يفوته صيام التاسع من هذا الشهر، فإنه يوم عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الأحبة: يوم صيام يوم عرفة أحتسب على الله تبارك وتعالى أن يكفر السنة الماضية والسنة القادمة. السنة الماضية والسنة القادمة صيام يوم واحد،
ولكن كما ذكر أهل العلم أنه يشترط من أجل ذلك أو من أجل تحقيق ذلك أن يبتعد الإنسان وأن يترك كبائر الذنوب. ما يروح يعمل كبائر الذنوب السبعة وزمتهم فبيقولوا بعد ذلك يقول أنا بصوم هذا اليوم انتهي السنة الماضية والسنة اللي جاية اللي أنا شو اللي عملته السنة اللي عملته وزيادة لا ما يصير يشترط حتى الله سبحانه وتعالى يغفر لك السنة الماضية والسنة القادمة أنك تبتعد عن كبائر الذنوب تبتعد من قلبك تندم وتتوب إلى الله تبارك وتعالى وتسأله الثبات على الحق وتبتعد عن كل الكبائر فعندها إذا صمت يوم التاسع يوم عرفة فإن الله عز وجل يغفر لك سنة ماضية والسنة القادمة بعون الله تبارك وتعالى ثم أذكر أيها الأحبة أنه من استطاع الأضحية فإنه أفضل عمل يقوم به الإنسان يوم النحر والنبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل العشر من ذي الحجة اللي بمجرد غروب آخر يوم من ذي القعدة إذا دخل العشر من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره شيئا فالإنسان خلاص لا يحلق ولا يضع شيء من شعر بدنه ولا الإنسان يأخذ شيء من أظفاره حتى يضحي والناس في هذه الأيام وخاصة في مثل هذا البلد الناس يعني يشتروا قصية وهي بسعر قصية وعلى كل فرد أضحية هو وعائلته إذا الإنسان عايش مع أهله والده هو يضحي عنه عن كل الأسرة من البيت أما إذا كان الإنسان متزوج في بيت يعني وحده فإن عليه أضحي قصية عليه وعلى أهل بيته فلا يأخذ بشعره ولا أطفاله شيئا وينتظر ليس اليوم العيد اليوم الثاني والثالث بعد اقتضاء يوم الثالث لأن الأضحية هنا تذبح حول تركيا من العيد نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا وأن يلهمنا وإياكم طاعته اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من فتن الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد والحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة